هل نقدر نزرع البوغانفيليا الجهنمية في الماء؟ نعم. هل تقدر تقعد عندنا سنين بهذا الشكل؟ نعم. جربت طريقة وعجبتني جدا يا جماعة. كل اللي علينا ان احنا نجيب البوغانفيليا العقلة، اهي شايفين هذه العقلة، وبعدين نحطها في المية. بمعنى ان احنا معنا المقص زي ما انتم شايفين، نعدي اكتر زرعة موجودة على بيبان بيوت، البوغانفيليا الجهنمية المجنونة. نقدر نجيب عقلة من كل لون يعجبنا، هم حوالي 5-6 الوان، ونحطهم في المية. بعد كده يا جماعة زي ما انتم شايفين، نشوف هنا، عايز اوريكم شكلهم. هذه بقالها 3 شهور في المية اللي احنا شايفينها، 3 شهور حطتها في المياه وكانت مزهرة، بس جبتها في الظل للأسف. وهذا يا جماعة ما كملتش أسبوعين، هذه ما كملتش أسبوعين. بصوا شايفين جذورها، هذا جزرها وهذا الأبيض جزرها. هذه أول نقطة عايز أقول لكم عليها. إذن هذه بقالها أسبوعين ومطلعة هذا نوع مختلف وألوان مختلفة، وهذا النوع الثاني زي ما احنا شايفين. بنجيب العجل ونحطها في المية، هتدينا الشكل اللي احنا شايفينه، ونقدر نحطها ورا نافذة داخل المنزل وهتجزر معانا بالشكل هذا. بصوا يا جماعة بتاخد حوالي أسبوعين لشهر، وبعد كده بتجزر، بعدين بننقلها للتربة وتبدأ بقى جذورها تبقى قوية بالشكل هذا. خلص نقدر ننقلها للأرض المستدامة. وعندنا هنا هذه القزمية، هذه البوغانفيليا اللي هي الجهنمية القزمية، نفس النظام. بصوا هذه الأمية الكبيرة، عقلة كبيرة جدا، غرستها في طين وبعدين كبرت، أخذت منها قصاصة حطيتها في المية حوالي شهر أسبوعين، بتبدأ تعمل تجزير، بعد شهر نقدر ننقلها، وبعد كده حطيتها في شوية طين وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه، جميلة جدا جدا. وطبعا عندي عقل كتير كنت معجلها، هي بصوا زي ما احنا شايفين هذه عقل تانية. فالموضوع سهل وسريع، كيف نعتني بيها؟ لو زودنا المية للبوغانفيليا، لو زودنا لها المية وظلة، بتتحول الشجرة لإيش؟ لانها تطلع معانا خضار وما تطلعش اي ازهار. اما لو اديناها شمس بزياده حارقه زي ما انتم شايفين، هذه عمرها سنتين، انا اللي زارعها اهي، هذه شايفين زارعها في الارض عمرها سنتين، وهذه واحده ثانيه زرعتها جنبيها وبدات تطلق وتطول. بنعملها حبل، الحبل بنربطه فيها، والناحيه الثانيه من الحبل او الخيط بنعمل فيه حته حجر او زلطه وبنرميها من الحيط، وبتبدا تطول تطول، والزلطه بتتقل من الناحيه الثانيه وتكبر. وزي ما انتم شايفين طلقت في الشارع خالص وفي كل مكان ومطلعه ازهار. فانت احلى حاجه للجهنميه البوغانفيليا المجنونه ان انت تزرع زي العنب، زي كرمه العنب، تزرع الشجره في حوض في ظل، وبعدين لما تكبر هي تشوف الشمس من فوق، ويفضل دايما الحوض ما فيهوش ميه، ما فيهوش يعني، يفضل دايما الحوض من تحت العنب والبوغانفيليا نفس النظام، يفضل ظل لكن من فوق هي تشوف معانا الشمس وتبدا تطلق معانا. هذه عمرها سنتين وطلقت. الجهنميه يا جماعه تحب ان هي نعطشها، يعني اسقي وعطش، اسقي وعطش، اسقي وعطش، هتبدا تزهر معانا. وفي الخريف وفي الربيع نديها دفعتين سماد، اي تربه بتنجح فيها. ولو كده نقدر من البدايه اصلا نجيب العجلة ونحطها في مية، وعندنا لو فازة إجزاز شكلها جميل نقدر نحطها فيها ونخليها محطوطة في مكان جنب النافذة، حتى لو جوا المنزل بس بتشوف الشمس من برة، هتبدأ تكبر معانا. هدول كانوا مزهرين، هذه أحمر وهذه اللي هو دم الغزال الفوشيا، وزي ما انتم شايفين بتبدأ تطلق معانا وتجزر، والتانية بدأت تجزر، وهذه لسه ما كملتش 4-5 أيام وبدأت برضه هتعمل معانا جذور. في الأول بتعمل أول أسبوعين بياض، نقط بيضة كتيرة جدا هنا، وبعدين بتبدأ تتحول لجذور زي ما انتم شايفين هنا النقط البيضة، ثم بتتحول لجذور. وبعد كده نقدر نخليها بنفس الشكل، كل ما المية تغمق عليها وتسود نقدر نغير المية ونحط لها مية جديدة، ونقدر نسمدها بأسمدة سائلة، أسمدة سائلة، يعني مثلا حتة فحم صغيرة نحطها في المية النظيفة، حتة أسبرين، ممكن نديها سماد زي NPK ليكويد صغير جدا، أي حاجة، وتفضل دايما المية كل فترة نغيرها لها زي ما أنتم شايفين. فأنا مقصد كلامي إن إحنا نقدر نزرع البوغانفيليا المجنونة في المياه وتقعد معانا بالسنة والاتنين لو عندنا فازة ونغير لها المية، وهتطلق وتكبر معانا. هدول بس التزهير وقع منهم بسبب إني جبتهم من مكان كان شمس ومناسب إلهم متعودين عليه لمكان ظل. فاحنا نقدر نزرعها في المية أسبوعين ثلاثة هتجزر، وبعد كده النجل. أهم حاجة نخلي بالنا ساعة النجل جذورها بتبقى حساسة جدا يا جماعة. بصوا هنا لو بصينا الجذور هذه حساسة جدا، اللي لونها أبيض بتبقى صغيرة، شايفين؟ حتى هذا كان طويل دلوقتي واتقص ووقع، يعني ما تنقلهاش غير لما تجزر خالص، لأن الجذور الخفيفة هذه لو حطيناها في تربة دلوقتي ونزلنا عليها شوية تربة أو رمل على طول ممكن تقع منا. فاحنا نخلي بالنا. وزي ما انتم شايفين شوفوا الثانيه كيف، هذه دلوقتي جاهزه ان احنا ممكن ننقلها لايش؟ للتربه، خلاص جذورها اصبحت قويه. كل اللي حبيت اشاركه معاكم ان البوغانفيليا
حاولت أجرب ولقيت إن الموضوع ناجح، إن إحنا نقدر نزرعها في الماء بكل سهولة، وعايزة تخليها تفضل بالسنة والاتنين خليها وهتزهر مية مية بس تديها شمس. أخذت ظلة بزيادة هتدي نمو خضري، أخذت شمس بزيادة الورق هيكرمش خالص وتدينا تزهير أكتر. أحلى حاجة ظل مع شمس، وبعد كده لما تكبر تاخد شمس ويفضل الحوض من تحت تاعها دايما إيش في الظل. نعطش ونسقي غمر، نعطش ونسقي غمر طول السنة، هتبقى معانا ولا غلطة. والتسميد في الربيع والخريف، وممكن نجلمها ونشيل المتشابك فترة الشتاء أو السكون. أحلى مسا عليكم، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية. بصوا يا جماعة، بحب أجزر أي حاجة، يعني شايفين هذه إيفوربيا الجوافة، نبتة زينة. بصوا حطيناها في شوية مية كيف الجذور، فاني بس حاولت اوريكم اي نبته عندي بحب اني اجرب واحطها في شويه ميه. وهذه نفس النظام البوغنفيليا اهي، ما زالت خضره جدا. بصوا لو عملنا كده شايفين كيف الخضار، وهي هتلاقوها خلال الاسبوعين الجايين عملت نقط بيضاء وجزرت زي اخواتها، وممكن اخليها في الميه على طول او بعد كده انقلها. احلى مسا عليكم، وزراعه الجهنميه المجنونه البوغنفيليا في الماء والسلام. ختام طريقه ناجحه 100 100، حتى لو داخلي اندور يا جماعه. السلام عليكم.